صاحب السمو السيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي، الحضور الكريم، إن التوجه نحو الاقتصاد المعرفي هو توجه عالمي ويعد من أبرز أهداف المنظمات العالمية كاليونسكو والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات، كما ترجح التوقعات العالمية والأزمات الاقتصادية المتعاقبة ضرورة زيادة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي كمطلب مهم لمواجهة التحديات وصياغة الاستراتيجيات والإصلاحات اللازمة لتحقيق أعلى استفادة من قطاعاتنا الواعدة. وحول الدور التنموي الممكن أن يطلع به القطاع الهندسي في الانتقال نحو الاقتصاد الذكي القائم على المعرفة والتقانة، أدعو الدكتور عبد الباقي بن علي الخابوري مدير دائرة المناطق العلمية بمجلس البحث العلمي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجندة السعيد الموقر، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمحوا لي بأن أعددت عرض باللغة الإنجليزية رغبة أو نزولا تحت رغبة الأخوة المنظمين بأن يكون باللغة الإنجليزية على أساس أن تعم الفائدة للناطقين بغير العربية، فإن شاء الله ما نأخذ منكم وقت كبير. This is not the right presentation. Yeah, the people who are controlling it, please. Well, the presentation will be about the knowledge-based economy and what are the action that Research Council with Innovation الأمور التي قامت بها مجلس البحث العلمي لكي تقوم بتطبيق اقتصادات المعرفة في عمان، إذا بشكل ونبذة بسيطة حول الاقتصادات المبنية على المعرفة ومقارنتها مع الاقتصادات القديمة، وبعد ذلك نتحدث عن الثورة الاقتصادية وغيرها. إذن أعتقد أننا قد سمعنا من الكلمات السابقة بأننا نقوم حاليا الذهاب نحو الثورة والثورة في الاقتصاد من ناحية الثورة المبنية على الموارد إلى الثورة المبنية على وبناء على ذلك نحن حاليا في الثورة الصناعية الرابعة، حيث هناك تغير وانتقال بين اتصالات الاي سي تي، تكنولوجيا الاتصالات الاي سي تي والاتصالات البيولوجية والفيزيائية. لذلك الثورة الصناعية الرابعة هي الطريق نحو الأمام، وأعتقد لهذا نحن نتحدث عن إنترنت الأشياء، نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، ونتحدث عن المعرفة المبنية على العلم والمعلومات، وهذا كلها هي الخطوات التي نحتاج أن نفكر عنها عندما نحاول أن نتحدث عن التحول في الاقتصاد من الاقتصادات المبنية على الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد المبنية على المعرفة. وهذه هي الأساس، أن الاقتصادات المبنية على الثروة way of thinking is different
from the أو تكون مختلفة من طريقة معرفة وتفكير الدراسات السابقة. فلذلك في المستقبل يجب أن يكون هناك تغيير. وهنا مقارنة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد الثورة الصناعية الرابعة. لن أذهب إلى التفاصيل، ولكن إذا عرفت أن نتحدث عن في القديم نتحدث عن الثورات الثروات، ولكن الآن نتحدث عن الأشياء الغير الحسية والمعرفة، وهي واحدة من الأشياء التي سنذهب فيها إلى الأمام. والأشخاص والموظفين في النظام الاقتصادي القديم ونظمها كانوا يفكرون على أساس أنهم مكان للتكليف، وهم مكلفون للشركات. ولكن هنا في النظام الجديد هم النتيجة وهم الاستثمار، وهنا يجب أن يأتي التربية. وفي الأخير هو التغيير، التغيير الذي يجب أو يؤخذ على أنه يكون يعتبر خطرا على الكثير من الفرص الأخرى. ولكن بالعكس أنه يعتبر طريقة جديدة للتعليم، طريقة جديدة للتفكير، وطريقة جديدة، ولن تحدث هذه الأشياء وهذه التغيرات حتى نقوم نحن بتغيير نفسها. ورأينا إليها كتغيير إيجابي نحو الأفضل بدل أن يكون خطرا على الاقتصاد القديم. وعندما basically there are three main وعندما نتحدث عن الاقتصاد المعرفي وما الذي نقصده، هناك ثلاثة أشياء رئيسية فيها، اللي هي التدريب والتربية والتي هو المهم الأشياء الأساسي في هذا المؤتمر، والآي سي تي والآر إن دي والابتكار والبحث والتطوير. وبناء وعند ذهبنا خلال هذه العوامل الثلاثة إذن فنستطيع قيام التنمية المستدامة في عمان. فإن التربية وال quite a lot in development of these sectors. However, we are lagging behind in the R&D and innovation in this field. And that is where the focus is coming in. In order for Oman to go forward in the knowledge-based economy, then we need to think very seriously about enhancing and supporting activities in R&D and innovation. And that's why research التطوير والابتكار. ولذلك قامت مجلس البحث العلمي بتطوير نظام البحث العلمي الوطني الذي يحاول أن يدعم الابتكارات والاقتصادات المبنية على المعرفة حتى يتم التركيز عليها. If you look at what other countries have done in terms of research and development activities, as well as الدراسات والنشاطات والابتكارات، فنرى أن فنلندا هي الدولة الأولى أو في الابتكار في أوروبا خلال 2016، وهم قد قاموا بصرف حوالي، لا أستطيع أن أرى الأرقام من هنا، 2.4% من ناتجهم المحلي في التطوير البحث. وفي ماليزيا على سبيل المثال 1.3% قدم دفعها لناحية البحث والتطوير والابتكار. ونرى أن أحد الطرق التي قامت بها هذه الدول في دعم البحث والتطوير هو تطوير البنية التحتية التي تساعد على هذه الأمور، والتطوير والابتكار وغيرها. فقاموا بحيث STPs in Finland, and we have about seven in Malaysia. We are developing the first one in Oman. At the moment, the situation in Oman is picking up. We're spending less than 1% basically in research and development. But like I said, it's going up with the years. So that is the expenditure in Oman. It is below 1%. We still have a lot of opportunities and a lot of work to do in research and development activities. And I think that is probably the future focus of all our educational system, where we need to focus on research, development, and supporting innovation within our educational system.
Now, what we're trying to do in Innovation Park Muscat is basically developing a science and technology park in which we link between the knowledge creation, and that is the academia, with the business private sector, with support of the economy. Of course, the community would play a major role in this support by changing the mindset of future students. At the moment, failure is thought to be وهذا سيتم تجهيزه تقريبا خلال فترة حالية، والذي نحاول أن نقوم به في الجزء الأول نود أن نطور ثلاث مباني رئيسية، وهي المباني التي ذو اللون الأحمر بسبع الأدوار، ولدينا بعض الأماكن الفاضية لدعم الشركات المتوسطة الجديدة الناشئة والمخرجين الجدد والخريجين من الكليات الهندسة ليأتوا مع أفكارهم ومشروعاتهم الأخيرة وأي ابتكارات لديهم، وسيكون الحديقة الابتكار قادرة على أخذ الأفكار هذه إلى السوق. وفي الجزء الثاني سيكون لدينا أربع مراكز بحثية and then around the peripheral we are trying to attract international companies to come forward and set up their research and development center. الابتكار and that is the only way that نشأ المعرفة وبناء الابتكارات وتطويرها، بحيث أننا قريبون من الجامعة وقريبون من المناطق الصناعية وأيضا قريبون من بقية المراكز البحثية. والذي قمنا به حد الآن هي أننا قمنا ب شراكة مع تكاتف عمان مركز بحثي لدعم إنتاج البترول والغاز، وهذا الذي نقوم نحاول العمل به الآن. وأحد من اهتماماتنا أيضا هي أنه عندما أثناء تطويرنا
So energy efficiency is one of the focused area. أن نقوم بتطبيق ما الذي نحاول most of the energy consumption in Oman is from 70% to 80% and we've designed the system using district cooling for the three buildings in which we're using chilled water technology for our cooling. And by doing that, we basically, from the design stage, we're able to save up to 84% of primary energy requirements only for the cooling system. This is currently under installation and partially in operation in IBM. Once it is fully operational, it will be tested. And if it's proved, as we think it will be, success, then probably this is one of the technologies that needs to be adopted in the next development, not only in Oman, but also in the rest of the GCC. في ليست في عمان فقط ولكن في الدول الخليج الأخرى أيضا وذلك لتخفيف إنتاج أو تخفيف الاستهلاك في الطاقة وأيضا نحاول تطوير مكان للمحاكاة مع IBM وفي المركز هذه المحاكاة سيستطيع الأشخاص القدوم وفحص مواد التي قد قاموا بمحاكاتها وابتكاراتهم التي يودون فحصها وهذا المركز signed an agreement with a tech shop company which is one of the best prototyping companies to support us with the Omani SMEs to operate the center. We are also going to launch an incubation program in which we are supporting different category of graduates in the specialization for, like I said, taking their ideas from concept phase all the way to commercialization. The prototyping center will be operational by mid of next year. The incubation program is already operational, so please, those who are interested in developing new ideas in the engineering in the specialization, please come forward. We have a booth outside there. You can talk to us and see how can we support you. Basically, what we, this journey that we are taking again is maturation of such projects takes about 10 years. And from our business plan, we think that we will be able to basically, it's about job generation. And we'll be able to create very high qualified jobs for Omanis in the fields that we've mentioned. It is the transition toward the knowledge-based economy, and we think that we will be able to inject a diversification of knowledge-based up to 250 million, it says in here, and that is based on the first phase of the science park. I will leave you with that, and please visit us if you require any more information. Thank you for your listening.